أخذوا على يده ونهلوا من مسيرته ومساره، وكانت صورته فوق أحلامهم وطموحه منطبق مع طموحاتهم من الشباب إلى غاية مساره، وهو اليوم جالس معنا. لن أقول من هو، سأدع أو سأترك الكلمة لأحد تلامذته ليقول أو ليختصر بعجالة مسار رجل استضفناه اليوم لنشاط شبيبتنا الاتحادية. أخي وطنيا في مباراة جائزة الاستحقاق المهني لأساتذة المغرب سنة 2008-2009، حاصل على عدة جوائز محلية تربوية، أطر لقاءات محلية وإقليمية في فن الصورة، وهو من هواة الرحالة على الدراجة الهوائية، له خرجات إيكولوجية نذكر منها خرجة من العرائش إلى ودلو، والخرجة الثانية من العرائش إلى الجديدة، والخرجة الثالثة من وجدة إلى العرائش عبر الساحل، والخرجة الرابعة من العرائش إلى مدينة الصويرة. من مشاريعه المستقبلية رحلة إيكولوجية على الدراجة الهوائية من مدينة الصويرة إلى معبر القرقارات، ورحلة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي وصولا إلى مدينة العرائش. نتمنى له التوفيق في مشاريعه المستقبلية. باش نقول واحد الجملة تحيد باش تسمع، ربما هادي هي إذا كان عندي الحساب حاسب مدير، هاد الشهادة اللي خدناها اليوم من طرف الشبيبة الاتحادية يقين مارش هي الشهادة رقم 135. رجل التربية بامتياز، رجل التربية حتى التربية العصرية خصوصا فيما يتعلق بالإعلاميات، تجاوزت خطاه إلى التربية الفنية، تعلم على يديه كثير من الأجيال، له كثير من المحبين، محبوب التلاميذ، بل هو محبوب الطلبة وربما محبوب الخريجين. أعتقد كاين هناك مجموعة من الخريجين في كان السي عبد الفتاح الفضل الكبير في تكوينهم، اعتبارا على انه هو رجل التربية بامتياز ورجل التربية بإخلاص، والإخلاص لهذا الوطن. ولاحظوا كيف ان الأستاذ عبد الفتاح كان وظل ولا زال مخلصا للشريحة للبنية الأولى للمجتمع، لهما شباب معذرة إلى كنت يصعب علي أنني باش نحيط بالخصال ديال السي عبد الفتاح لا على المستوى التربوي ولا على المستوى التكويني. شروط ديال التجمعات لكانت هذه الساحة مليئة بالتلاميذ والتلميذات الذين درسوا على يد الأستاذ، ومنهم وما أكثرهم من خريجين وخريجات في مسؤوليات كبرى. تحياتنا للأستاذ. شكرا لكم، ميرسي بيان، ميرسي بيان، سي جونتي. هاد التكريم اليوم غادي يزيدني شحنة أخرى، باش كنت أنا غنتقاعد ونمشي الناس مع راسي، دابا عاودو شعلتوني، دابا شعلتوني. أنا طلعت الكار باقي الكار خاوي شوية، واحد الوجه كنشوفو ما خافيش عليا، حدو حيد الصاط من الطبلة من الكرسي وقال لي جلس يا أستاذ. مني قالو أستاذ يعني الوجه اللي جاني هنا مع كلمة أستاذ، لكن أين ومتى وكيف مابقاش عقلت. في الطريق شفت معايا الكلام، شنو قال لي؟ واش ما عقلتيش عليا؟ كان تجي انا طلعت للحافله في الاول شفتك قلت ما خافش مزوره، هما كاين اللي كيعرفوا هما كاين اللي كيعرفوا الموقع ديال مزوره، كاين ناس كيخبروا من لندن ديال فينجر. الله يهديك، راه جا في العريش، لا ما كاينش فيها.
واش عمركم مشيتوا لربات عياش؟ ايوا راه قبل تمايا في ذاك لا لا هاد النعاده راه كاين في لندن كانت تجيو ليه الناس يجدروا في تمايا وراه كاين حتى في ذاك الله يخليك ملي غادي نجيو مره اخرى في العطله نتصلوا بك تجينا ليه ويلي انا ما عارفينش ما كاينش الاشاعة دونك هاد الرحلات الايكولوجية هي في الواقع راه كتجي كاشعاع للمدينه وكتعرف حتى بالسياحه بالنيل اغلبيه تجي في العريش ما عندها السياحه ما عندها شكون خصها الامن كي خصها تبان خصها تخرج خصها بحال هاد اللقاءات هكا اللي كيتدرسوا والحديث كثير على شي حنا بغينا نتكلموا مع خمسه الناس حتى اربعه تيتعاونوا في الطريق ولكن مثلا الهجوم ديال الكلاب هي هاد الشيء راه واقعي الهجوم ديال الكلاب كتمشي شي قنت اللي انت داخل في شي دوار ماشي خصك تكتشفو خصك تشوف شنو سمعتي عليه او قريتي عليه مثلا الجامع واحد الجامع في الشغل سميتو دابا هذا المصطلح اللي تيسمي واش صحيح جامع اسباني اسباني المسجد ديال بوزعافر انا كنقول هذا بوزعافر شي حاجه مورا بوزعافر من يمكن تجي هناك فعلا هو مشيت خصك تدخل له لواحد القنت ماشي داخل شي جبال ولا شي دواور ماشي كيوقع هجوم ديال الكلاب ما عندك ضمانه واش تعرف تعمل معاهم واش ما تعرفش تعمل معاهم شنو غادي دير ما معكش المجموعه اوغوزمون كنقلب انا شي كنعرف كيفاش نتعامل معاهم كتسلك الامور كتدوز بسلام ولكن على ذكر هذاك المجري عنده قصه تاريخيه كاين مفاهيم كدور تمايا ما كيعرفوهاش الناس واش انا زائر ما كنعرفوش واش حقيقيه ولا ماشي حقيقيه تيخص الناس الباحثين في التاريخ هما اللي تيقولوا واش هذاك الشيء صحيح او هذاك الكلام صحيح او ماشي صحيح بل كاين اللي تيسميه مثلا مسجد سبانيو واش مسجد سبانيو مسجد مضافر والغريب هو انه المرمم جديد ولا من يصلي فيه حيت عندهم افكار ولكن واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح وقفنا عليه وهذيك الكلاب راه كنت غادي نشوف هذا الاثر وها هو اجمع لك ما مبارك والو ما عرفتيش هاد ديال ولكن التقنيه ديالنا خرجنا الامور بسلام ونتمنى القصص ديالنا